أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وفرصة جديدة نكون فيها معاكم وتكونوا فيها معانا في مجلتنا السعودية، وحياكم الله. لا تشتهي امرأة قريبك، ولا تشتهي بيت قريبك، ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك. تثنية 5:21. هذه هي الوصية العاشرة من الوصايا اللي ربنا أعطاها لبني إسرائيل على يد رجل الله العظيم موسى النبي وكليم الله. لكن هناك سؤال، هو ليش ربنا الآن يضيف حق قريبك ولكنه ما جاب سيرة الحقل لا من قريب ولا من بعيد لما أعطاهم الوصايا لما خرجوا من مصر؟ حسب سفر خروج الإصحاح 20 الآية 17. وليش ربنا يكرر ذكر الوصايا؟ إيش رأيك أنت؟ بالنسبة لي رأيي هو أن التكرار يعلم الشطار، مش كده؟ وهذا هو أسلوب المسيح نفسه في تعليم وتلمذة أتباعه. المسيح يدعو التلاميذ، وما دام أنت الآن تشوف هذا المقطع أكيد أنت واحد من المدعوين، لأن الرب سمح لك أنك تشوف هذا المقطع. والمسيح يدعوك أنت الآن علشان تصير واحد من تلاميذه، وبعدين يعلمهم ثم يطلقهم للعمل في الحقول. وهذا اللي يصير معك بعد ما تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك. في سفر الخروج 20:17 ما كان عند بني إسرائيل حقول علشان يشتغلوا فيها، كانوا تايهين بالصحراء مثلك الآن ومثلي قبل الإيمان. لكن صار عندهم حقول لما دخلوا أرض الميعاد، علشان كده جاءت سيرة الحقول في التثنية 5:21. انت بإذن المسيح هيكون لك حقلك الخاص في الخدمة، وحاول تشوفه بالإيمان. حق خدمتك هو الشيء اللي انت تحب تسويه بدون إجبار أو تخويف. لكن هذه الوصية لو حطيت نفسك الآن مكان الشعب اللي هم بني إسرائيل وتسمع هذا الكلام من موسى، فالمفروض أنك تقبله بالإيمان بأنه حيكون لك حقول علشان تشتغل بها. وهذا اللي صار بعدين، بعد ما دخل بني إسرائيل إلى أرض الميعاد مع يشوع، فصار لهم حقول، وهذه الحقول ابيضت ونضجت وصارت جاهزة للحصاد حسب يوحنا 4:35. وانت حاول تشوف برضو بالإيمان حقلك وحجم الثمار اللي بتحصدها بعدين لما تقبل المسيح يسوع مخلص شخصي لحياتك اليوم. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه الوصية تحثنا حنا الخدام أن لا نشتهي حق الخادم آخر، يعني خدمته. فلكل منا حقله ولكل منا خدمته. وانت ايضا يا عزيزي المشاهد خدمتك تكون مميزة عندما تكون في الحق اللي اختاره الرب لك، وتكون مبدع فيه لانه الرب دعاك. فكر الان في اختيارك بخصوص هذا الامر، واعمل مشاركة لهالمقطع مع ذكر اختبارك
علشان يستفيد الكل. مدرسة المسيح أبدية، وكلنا تلاميذ لهذا المعلم العظيم يسوع المسيح مبارك الاسم. اليوم تبارك شارك وبارك. الرب يبارك الجميع. صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي الظلام ربي رئيس السلام، ومحى كل الظلام ربي رئيس السلام، عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي أنا عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، بها ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي بها ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي وقلبي صار طليق الحر أشرق بها شمس البر، قلبي صار طليق الحر أشرق بها شمس البر، نبضه يغني ينادي. يوم عرفت الفادي نبضه يغني ينادي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، وبيها ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي عايش فرح معادي. يوم عرفت نبضه يغني وينادي. يوم عرفت الفادي.
أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة مستفحلة عندنا، مشكلة المعاكسات. ويقدر الخبراء أن نسبة المعاكسات تصل عندنا إلى أكثر من 215%. لكن لن أوجه اللوم لا للشباب ولا للبنات، ولكن اللوم للظروف. فعيالنا هم بني آدمين مثل عيال الغرب، لكن بالغرب ما في معاكسات، وعندنا في معاكسات وتحرش جنسي إلى آخره. ليش؟ وكيف ممكن نتخلص من هذه المشكلة؟ ليش أنت ما تثق بأخوك أو ولد عمك أنه يأخذ بنتك أو مرتك للسوق أو البيت أهلها مثلا، ولكن تخليها تروح مع السواق؟ والشي يلفت النظر، هل فكرت بهذا الأمر من قبل؟ سواء قلتها أو ما تقولها، بفكر معك بصوت عالي أنا. بشكل عام أنت تشوف أن السواق الأجنبي عينه شبعانة ومش حيعاكس بنتك أو مرتك، لكن لما يجلس عندك فترة تصير عينه جوعانة، مش كده؟ خليك صريح مع نفسك. أصلا المرأة خلقت من ضلع الرجل، يعني الرجال ناقص ويحتاج مرأة علشان يكتمل عظامه. شوف مثلا قصة المرأة السامرية في يوحنا 4، وهي أصلا عندها 5 أصحاب غير رجالها، يعني مرة يعني ما كانت زينة، لكن المسيح قاعد يناقشها في أمور الإيمان لوحدهم، وما كان في أحد من التلاميذ لأنهم راحوا يجيبون الغداء. ولما رجعوا نشوف أنه حتى التلاميذ تعجبوا لأنه يتكلم مع مرة، بس ما قالوا شيء. الإنسان هو الإنسان من زمان وبعد قرن ومن الآن ومن عقد من الزمان، ما يتغير الإنسان، لكن المسيح يقدر يغيرك الآن زي ما غير المرأة السامرية، لأنه نشوف أنه المسيح غير هذه المرأة ووثق فيها أنه يخليها رسول تحمل رسالة مهمة، رسالة مهمة المسيح مات من أجلها، وتبشر وغير حياتها 180 درجة، وراحت وجابت جماعتها وأهلها للمسيح وصارت مرأة قديسة. أنا برأيي المشكلة بعقل الرجال، يعني الحجاب ما يمنع المعاكسات، لكن حريمنا أكثر نساء في العالم يتحجبون، والغرب أكثر نساء في العالم ما يتحجبون، لكن ما عندهم معاكسات وعندنا المعاكسات. أنا برأيي أنه الرجال يبغى له حجاب لعقله مش المرأة. أحبائي خلينا نصلي عشان المعاكسات اليوم. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك يا سيد العظيم، يا سيد العظيم. الحجاب ما عرف يمنع المشكلة هذه من عندنا، مشكلة المعاكسات، لكن انت يا رب تقدر تطهر قلوبنا وعقولنا، ونصير ننظر بعينك للنساء، والنساء ينظرون للعيال بعينك يا رب. يا سيد العظيم، عين مقدسة، عين طاهرة، المحبة الطاهرة، المحبة المضحية يا سيد العظيم. فأنا أسألك يا رب أنه هذه الروح، روحك يا رب تسود بين شعبي باسم يسوع المسيح. طهر وأزيل كل المعوقات. آمين. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه. حتى إذا اجتست وادي ظلال الموت ما أخاف شر لأنك معي، عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي، مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، وصلنا هذا الاختبار من الأخ طه من العراق. يقول: هذه القناة الممتعة التي كشفت القناع عن هذا الدين الزائف الذي كنت فيه، هذه القناة جعلتني إنسانا جديدا، إنسانا محبا وخلوقا، علمتني من هو المسيح، أصبحت مسيحيا حقيقيا بفضل هذه القناة الرائعة التي أسقطت أقنعة كل شيوخ الإسلام. هذه القناة انتشلتني من بؤرة الظلمات ونقلتني إلى النور والحياة الأبدية مع الرب يسوع. لا أحب الإطالة، ولكني فرحان بكم جدا، والكلمات تخونني في تعبيري على مدى امتناني لكم ومدى فرحتي التي لا توصف بكم. أمين أخوي طه، وأشكرك على هذا الاختبار اللي فعلا يشجعنا أنه نبذل أكثر وأكثر، وشكرا أنه عرفتنا أنه قناتنا وبرامجنا سبب بركة لحياتك. وأنا أشجع الآخرين أنه يحزوا حزوك ويفكروا ويحكموا عقلهم أنه خلاصهم ومسؤوليتهم، وشجع الآخرين أيضا أنه يرسلوا لنا اختباراتكم عشان نفرح معكم ونصلي لكم بالمسيح يسوع. آمين. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. المسلمين والمسيحيين متفقين على عظم وقوة وقداسة السيد المسيح، لكنهم أيضا مختلفين عليه في أمور كثيرة، منها طبيعته وصلبه ورسالته وخلاصه وفدائه. وفي حين تستخدم المسيحية الكتاب المقدس، يستخدم الإسلام القرآن في إثبات رؤيته في المسيح، ومرات يستخدم المنطق والتشبيه والقياس وأحياناً المستقبل كدليل إثبات على الحاضر في شكل غريب جداً من أشكال الأدلة والإقناع. ومع غرابة الموضوع، لكن طبعاً هذا هو طرح القرآن، وواجب عليك إذا كنت مسلم القبول بطرحه. فمثلاً يستخدم القرآن المستقبل في إثبات عدم إلوهية السيد المسيح، فيقول القرآن في حوار ما سيكون بين الله والمسيح في المستقبل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في مشهد يأخذ فيه السيد المسيح دور العبد الفقير الخايف من عقوبة سيده، يدافع عن نفسه أمام المحكمة الإلهية وينكر إلوهيته، وطبعا يتبرأ من أتباعه ويدفع التهمة عن نفسه، ومع العلم أن الله يدري إذا كان المسيح قال ذا الكلام فعلا أو لا، لكنه يستجوب المسيح هنا للتقليل منه وعشان يكون حجة على أتباعه. وهذا الهدف الأصلي من الآية، لأنه كأنه يقول إياك أعني واسمعي يا جار. إذن قرينة غريبة وحجة أغرب لإثبات رأي معين، لكن لازم نصدق ولا نكون من الضالين المكذبين الموعودين بالعذاب والتنكيل. وما ننسى طبعا أن الإيمان بالغيب فضيلة. وبنفس الأسلوب يشبه القرآن المسيح بآدم في آية لا يخلو منها أي حوار مسيحي إسلامي أبدا، تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولئن الكلام في هذه الآية يطول شرحه فبيكون
هو محور حديثنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. أما حلقة اليوم فبنتكلم فيها عن رأي الإسلام في رسالة السيد المسيح وسبب مجيئه للعالم، حيث اختصر الإسلام رسالة السيد المسيح في نقطتين أساسيتين: أن يحل بعض الذي حرم، وأن يبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. فالآية تقول: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والآية الثانية تقول: ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذا كانت رسالة السيد المسيح بحسب المعتقد الإسلامي تحليل بعض المحرمات مثل أكل بعض أنواع الأسماك ولحوم الإبل واللي كانت قد حرمت عليهم في عهد موسى، وليبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وطبعا باين هنا أن التركيز والرسالة الأساسية مش في تحليل بعض المحرمات، فهذا سبب ضعيف ومش ذو أهمية، لكن القصد وراء الآية هو اختصار واختزال وتحديد كل رسالة السيد المسيح وبشارته في الشهادة لصالح الإسلام، لدعمه وتأكيد رسالته ومنحه امتداد إلهي. فشهادة بهذا الوزن أكيد بتعطي الإسلام دفعة قوية، خاصة إنه ما قدم أي شيء يثبت حقيقته. لكن ما دمنا نتكلم هنا بالمنطق والمعقول، فخلوني أسأل: هل يعقل أن يكون دور السيد المسيح في الحياة مختصر فقط على رسالة ضعيفة ومش ذات أهمية؟ جاي بس يحل لنا ناكل ويبشر بنبي يجي بعده وأشوفكم على خير؟ هل احتاج الله أن يرسل شخص بحجم وعظمة الشخصية وشخصية السيد المسيح بس عشان يحلل أكل لحم الإبل؟ هل يعقل أن يأتي للعالم شخص فريد من نوعه، ما لا شبيه ولا مثيل ولا قرين بين كل البشر، عشان يبشر في القدس بنبي يأتي بعدها بستمية سنة في مكة، في أرض غير الأرض وناس غير الناس وطبيعة غير الطبيعة ولغة وحتى لغة غير اللغة وبتعاليم مخالفة تماما وكليا عن تعاليمه؟ وين حكمة الله في ذا السالفة؟ طيب وقتها كان النبي يحيى موجود ومتوفر، ليه ما كلفته بذا المهمة البسيطة؟ وما له داعي أرسل النبي يحيى يشهد للمسيح عشان المسيح يشهد لمحمد؟ يعني ذا السالفة طولت، ما كان له داعي. يعني هل يعقل يولد إنسان من عذراء بدون أب فيحيي الموتى ويشفي المرضى ويمشي على الماء ويعلم الغيب ويتحكم في الطبيعة ويخلق العيون ويطرد الشياطين ويرسل الروح ويشبع الجموع ويغفر الذنوب بس عشان يحل البعض الذي حرم؟ من جدكم أنتوا؟ معقول يكون من أعطى الحياة ونشر العدل والمساواة وأمر بالمحبة والعطاء وقال طوبة للودعاء والرحماء شاهد على القتل والذبح وسفك الدماء؟ أبداً أبداً ومستحيل وحاشاك يا رب، بل جئت ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل ومش العكس. جيت لتحيي الميت مش لتميت الحي. لقد وهب الله للناس حياة جديدة في المسيح ولن يسلبها منهم أبدا. مستحيل يبدل الله تعاليم السيد المسيح الإنسانية بتعاليم قاسية ولا إنسانية. مستحيل يبدل الله المحبة والرحمة بالعنف والقسوة. مستحيل يجي من صنع العيون والأطراف وهب الحياة مبشر بمن يقتلع العيون ويقطع الأطراف ويزهق الأرواح
بل مستحيل أن يكون الرسول المرسول أقدس من الرسول. لكن المسيح جاء للعالم لينشر المحبة والسلام ويبشر بالنعمة والخلاص. المسيح جاء ليكون خط فاصل بعده يتغير كل العالم. المسيح جاء عشان نتوقف عند حياته ولا نمر عليها مرور الكرام. وعشان كذا جاء بنفسه وبكل قوته وبكل معجزاته. المسيح جاء للعالم لأنه يحبك، مش لأنك تحب بطنك. جاء ليكون لنا نور وحياة، بدأ وقد أكمل، فله كل المجد والمحبة. ولكم مني كل الشكر على المتابعة، وتحياتي لكم وتحيات الدكتور خالد الشمري، ونشوفكم في الحلقة القادمة من المجلة السعودية، وفي أمان الله.